إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم مشاهدين قناة ست البيت. النهاردة بعمل لكم مربى التين، حاجة جميلة جميلة جميلة. هعمل لكم مربى التين في البيت، حاجة روعة جدا. كل أولادنا بقى اللي بيروحوا المدارس ومحتاجين مربى بقى هنعمله لهم في البيت. هعمل لكم مربى التين روعة روعة روعة، حاجة كده قوامها روعة، مع إنها لسه سخنة بس قوامها خرافة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دلوقتي ديت لما تبرد شوية هتبقى قوامها أحسن من كده بكتير. هي لسه سخنة، هي مطلعة البخار بتاعها، بس قوامها تحفة تحفة تحفة. حاجه كده مقادير مظبوطه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. من التين الطازج عملنا احلى مربى روعه روعه روعه. يا ريت بقى ايه تكملوا معايا الفيديو الاخر كده وتدعموا لي بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم مشاهدين قناه ست البيت. النهارده بقى هعمل معاكم فيديو جميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. هعمل معاكم النهارده مربى التين، حاجه جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا دي بتبقى يعني من احلى مربات مربى التين دي، حاجه يعني فخمه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. كلنا بنحبها وكل اولادنا بيحبوها، فالوقت التين متواجد وجميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه روعه جدا جميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. فاحنا بقى النهارده هنعمل لهم مربى التين بطريقه سهله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. اي كميه تين عندك عايز تعمليها هتعمليها، اهم حاجه كيلو الفاكهه له نص كيلو سكر بس كده، هو كل الموضوع. كيلو الفاكهه اي فاكهه هتعمليها، كيلو فاكهه له نص كيلو سكر. هجيب بقى التين بتاعي كده هقطعه على اربعه كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. هشيل الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت واقطعه على اربعة. لو اكبر حاجة من اسهل ما يكون بس نتيجتها تحفة ما شاء الله لا قوة الا بالله. اخد كل التين بتاعي واقطعه كده بنفس الطريقة ديت. اهم حاجه بقى في المربى ديت ان احنا ايه نحط السكر على التين او اي فاكهه عندنا، نحط السكر على الفاكهه اللي عندنا ونسيبها ايه يعني تبات ليله في التلاجة بالسكر بتاعها. واقل حاجه هنسيبها ساعتين، دي اقل حاجه يعني خالص. دي كده النتيجه بتطلع روعه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. كده كمية التين بتاعتي قطعتها كلها، دوت حوالي كيلو تين، هحط عليه نص كيلو سكر، هسيبه بقى كده لو يبات ليلة في التلاجة يبقى احسن واحسن. دلوقتي هسيبه اقل حاجة ساعتين وبعدين هرجع اشتغله معاكم وهتشوف النتيجة عاملة ازاي ان شاء الله وهشوف هعمل الفيديو ازاي. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي التين بتاعنا مع سيبناه مع السكر بقى عامل ازاي ما شاء الله لا قوة الا بالله. كل السكر اللي عليه بس سايح بقى جميل جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. كده بقى هولع عليه على البوتاجاز وهولع هادي خالص ما شاء الله لا قوة الا بالله. التين بقى دوت عشان نعمل مربى كويسة هنسيب عليه الوعاء هادي خالص ومش هنغطيه، هنسيبه كده يعني من غير غطا عشان اي سوائل زيادة هتطلع منه. دلوقتي محطناش مية ولا اي حاجة. دلوقتي حطيت الكيلو التين قطعته اربع او كل تناية على اربعة وحطيت عليه نص كيلو سكر وسبتهم حوالي ساعتين، اقل حاجه ساعتين، وممكن نبيته ليله كامله في التلاجة يعني الافضل نبيته ليله كامله بس اقل حاجه ساعتين عشان كل السكر يتفاعل كده مع التين ويدينا نفس الايه نفس المنظر ده. حاجه جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. دلوقتي بقى هسيبه كده على قلعه هاديه وبعد ربع ساعه هرجع اوريكم ايه شكله ازاي وهعمل فيه ايه تاني ما شاء الله لا قوه الا بالله. دلوقتي بقى ايه التين بتاعنا بعد ربع ساعه حوالي ربع ساعه بقى بيغلي اهوت على قلعه هاديه خالص ما شاء الله لا قوه الا بالله. اي ريم بقى زياده على الوش كده الريم الابيض ده نحاول نشيله، وطبعا مفيش ريم كتير ولا حاجه عشان ايه سيبناه يتفاعل مع بعضه مع السكر مع التين فمفيش اي ريم ولا في اي حاجه. حاجه جميله جدا ما شاء الله كده روعه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. في المرحله ديت بقى هضيف له عصير ليمونه كبيره، عصير ليمونه كبيره كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنضيفه للمربى بتاعتنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. وكمان المربى ده مش هنغطيه، هنسيب عليه قلعه هاديه كده لحد ما كل الميه الزياده تطلع منها والتين هيبقى روعه روعه، هيبقى احلى مربى تين ان شاء الله تاكلوه. حاجه من الاخر يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. هتقعد حوالي 3 اربع ساعه على القلعه وهرجع اوريكم النتيجه بتاعتها النهائيه ما شاء الله لا قوه الا بالله.
مربى التين بتاعتنا بقت روعة روعة روعة. لا قوة إلا بالله، حاجة جميلة جدا الله أكبر، مربى تحفة. دلوقتي بقى عايزين ممكن نضربها بالهاند بلندر أو نسيبها زي ما هي قطع كده، مش هتفرق خالص، حاجة جميلة جدا. وممكن نقدر نضيف هرصة البطاطس ونفعصها شوية، هي كده قوامها جميل جدا ما شاء الله، وكمان لما تبرد القوام بتاعها هيتقل أكتر وأكتر. إن شاء الله لا قوة إلا بالله، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. شوية مربى يعني إيه من الآخر، مظبوطين جدا وجميل يعني روعة كده، إن شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة تحفة. ولا حطينا زيلي ولا حطينا اي حاجه، هي زي ما هي، ايه زي ما انا عامله قبلها ان شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه روعه جدا ما شاء الله. هدفع لها بقى كده خلاص وافرجها معاكم، ان شاء الله لا قوه الا بالله. قوامها جميل جدا، ولسه لما تضرب كمان بقى هتشوف السمكه بتاعتها هتبقى عامله ازاي ان شاء الله، ان شاء الله لا قوه الا بالله. الله اكبر، هيك كده من الاخر يعني، ان شاء الله لا قوة الا بالله، ان شاء الله لا قوة الا بالله. شغل عالي جدا الله اكبر، مربى عامله ازاي، مربى تحفه 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 الله اكبر. دي بس مره بتبرد كده، هنشوف بقى القوام بتاعها هيبقى احسن من كده بكتير كمان، ان شاء الله لا قوه الا بالله. وده كان فيديو معاكم النهارده، عملت لكم مربى التين، حاجه جميله جدا جدا جدا. طبعا ولادنا كلهم بيحبوا مربى التين ديت، وبصراحه يعني احلى مربى، احلى مربى هي مربى التين، ذوقها عالي جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا رب بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.